أستاذ محمد، يوم المحمدين. اتفضل يا أستاذ محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ده يوم مليان ازي حضرتك بالحمد يا ما فندم؟ شاء الله. اتفضل يا الحمد أستاذ لله. محمد. أنا بس كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بخصوص والدتي الله يرحمها. ربنا يجعلها في فسيح الجنات يا رب. يا رب يخليك. هي توفت من شهرين، نعم. وفي الغسل دخلت عليها أنا ووالدي. طيب. بعد ما اتغسلت وجات يعني النظرة الأخيرة، تمام؟ فهي نايمة على ظهرها عادي. أول ما دخل عليها والدي قلبت وشها الناحية التانية. طيب ماشي. يعني طب هل الموضوع ده حقيقي يا شيخ، ولا هي يعني مش فاهم القصة دي كويس؟ طب يعني هسألك سؤال لطيف، يعني سؤال بريء. هو مين اللي اتفضل. شافها لما قلبت وشها، انت ولا بابا؟ أنا وأبويا. طيب يا سيدي، ولا حاجة حتى خالص. هو نفسه بيقول لها أنت مش عايزاني، أنت زعلانة مني. بص يا سيدي، احنا دلوقتي عندنا الاساس اللي بنتعامل فيه مع احبابنا الذين انتقلوا الى الله سبحانه وتعالى، ان هم فقدوا الاراده خلاص وانتقلوا من هذه الحياه. لكن لا يمكن ان احنا ننكر بعض المشاهدات اللي بتحصل، الحاجات اللي زي دي والاشارات اللي ممكن يعملها الانسان، كل الحاجات دي ممكن تحصل. بس الاساس ان احنا لا نبني عليها شيء. اعيد الكلام تاني، يعني مثلا ما ينفعش لما اجي اقول اسال ميت اقول له هو مين اللي عمل فيك كده، فتحصل اشاره كده لاي سبب من الاسباب فروح احبس اللي هو عمل ده. كل ده مش هنبني عليها حاجه. يعني فكره ان انت تبني، اول والد حضرتك يبني ان والدتك مش قبلاه، او ان هو كده عاصي وظالم ودوت هيخلي قلبه في مشكلة ويفضل هو في معاناة ويفضل يقول دي ماتت وهي غضبانة، لا، كل الكلام ده لا نأخذه من هذه الحالات. يبقى أنا قلت لك حاجتين عشان نكون واقعيين. الواقع بيقول إيه ببساطة خالص؟ إن المتوفى أصبحت كل الحركات بتاعته حركات لا إرادية، يبقى هو مفيش أي تعبير عن أي حاجة. الحركات دي ممكن تكون إيه؟ حركات ترتبت بسبب ان الروح خرجت من الاعضاء، فحصل اي حركه، حركه لا اراديه لا علاقه لها بالموضوع. يبقى على ذلك مش هنبني اي قرار او اي تفسير او اي معنى في الحياه على هذه الحركات. نعم.